السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جايين لكم بزهرة جميلة، من شدة ما هي جميلة مسمينها زهرة الاسترخاء والعطاء. زهرة بسيطة بس ممكن تعالج الكثير جدا من الأمراض. هنتكلم عن الفوائد وعن الأضرار، وهنعمل معاكم شاي الزهرة دي. ولكن قبل ما ابتدي بالفيديو، عزيزي المشاهد لو اول مره بتزور القناه، فضلا وليس امرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. عشبه النهارده مهمه جدا للناس اللي عندها قولون، خاصه القولون العصبي، مفيده بطريقه جميله صحيه، كمان رخيصه الثمن، يعني مش هتتكلفي منها اي حاجه غير فقط بس ان انت تعديها. معانا النهاردة زهرة البابونج، ده زهرة البابونج بالشكل ده، تقدر تجيبها من عند اي عشاء، بتكون كده عبارة عن زهرات. طبعا هي للأسف بتتباع عندنا في مصر مجففة، بس لو حد بيزرعها كل ما كانت فرشة طبعا كان افضل بكتير. عشان تقدري تعديها كشاي طريقتها بسيطة جدا، بس هنتكلم عن نبذة صغيرة جدا عن الفوائد للزهرة دي، وبعد كده هنعدها معاكم كشاي. اول حاجة انها بتعالج مشاكل المعدة اللي ممكن تحصل لك من حين لاخر، زي الانتفاخ، الغازات، كمان بتقلل التشنجات نتيجة المشاكل الهضمية، بتعمل على ارخاء عضلات المعدة، وبتقلل من الشعور بالالم، بتعالج متلازمة القولون العصبي لو احنا طبعا شربناها كل يوم كوباية. البابونج له دور فعال جدا في علاج قرحة اللي ممكن تصيب المعدة، او الالتهابات اللي ممكن تصيب الامعاء بشكل عام. مش كده بس، لو عندك مشكلة في البواسير، هي بتعالج البواسير بشكل جميل جدا جدا. بالنسبة للحيض الشهري عند النساء، في ناس بيجيلها تشنجات، احنا عشان نتفادى التشنجات دي قبل الحيض الشهري او الدورة الشهرية باسبوعين، احرص ان انت تشربي كل يوم كوباية، بدليها بالشاي، يعني اترك الشاي، اترك القهوة، كوباية الشاي بالبابونج، يعني هنحضرها مع بعض. طبعا هتساعد طبعا على التخلص من الحاجة او الالم اللي بيصيب المرأة اثناء الحيض، كمان بتعمل على تخفيف حدة التشنجات والانقباضات اللي ممكن تحصل في فترة الدورة الشهرية. فيها خواص مهدئة للأعصاب بطريقة كبيرة جدا جدا، بتخلصك طبعا من التوتر، من الأعصاب، شدة الأعصاب، كمان بتعمل على ارتخاء عضلات البطن وتخفيف ما ينتج عنها. هنحضر معاكم الوقت المشروب ونكمل طبعا باقي الفوائد. هناخد معلقة، بس مش عارفة اجيبها عشان معلقة شاي اهي، كأنك بالظبط هتحضري شاي كشري، وهتضيفي طبعا ليها الماء المغلي. ثواني نجيب الماء المغلي. بسم الله. فيديوهات السكر الابيض هو العدو الاول للصحة، فلو حابة تحلي حلي بعسل نحل، هتستفادي منه، وكمان هتكوني انت في امان من السكر الابيض في تحلية المشروبات بشكل عام، وممكن جدا تشربها من غير ما تتحلى. طبعا هتسيبيها 5 دقايق كل المكونات تتفاعل، ونكون كملنا معاكم وصفناها كمان عشان نوريكم الشكل النهائي لمشروب النهارده بكل بساطه وبكل سهوله. هنرجع تاني على الفوائد اللي ممكن تحصل لنا من مشروب بسيط زي ده. الناس اللي بيبقى عندها التهابات نسائيه داخليه، خاصه عند التبول، لو انت قدرت تحضري كوبايتين كبار ونقعت نفسك فيهم، يعني جبت طبق كده وقعدت فيه، جميل جدا، بس اهم حاجة ان انت تكوني مصفية، تمام؟ ممكن لو انت قلقانة لازم تستشيري طبيب النساء والولادة. طيب لو احنا اتكلمنا عن البابونج النهاردة، ان هو بيعمل ايه للناس اللي عندها دايما قلق، عندها ارق؟ اول حاجة انه بيمتلك خواص بتساعد على تهدئة الاعصاب، وبتساعد الجسم على الارتخاء والحصول على قسط كبير جدا جدا من النوم. ولو انت نايمة بطريقة مسموح بيها 8 ساعات الهدوء، هتقدر ان انت طبعا تحصلي على جسم مرتاح. مغلي البابونج اللي احنا حضرناه معاكم ده
بيخلصك من التوتر، بيخلصك من القلق، بيخلصك من الأرق، بيعالج الصداع، هيديكي مساحة ان انت تنامي من غير اي توتر، هتنامي على طول. يعني الكوباية دي هتعمل لك استرخاء في الأعصاب، هتكون أقصى ريلاكسيشن، هيعالج اضطرابات النوم، مهم جدا جدا لجهاز المناعة. طبعا احنا لو قعدنا نتكلم عن زهرة البابونج من هنا لسنة، لا فوائدها كتير جدا. بيعزز مناعة الجسم خاصة في أي أيام الحالية، اللي هي بقى هنبتدي بقى إن الصيف يجي، هنبقى في مرحلة انتقالية ما بين أمراض البرد والإنفلونزا، السعال، الفيروسات اللي ربنا يحمينا منها ونتخلص منها بطريقة كبيرة جدا. الناس اللي عندها آلام في المعدة تقدر تاخده، كل اللي احنا عمل ممكن كمان ان انت تغسلي شعرك بيه، لو انت غسلت شعرك بالكوباية دي هيقدر يعالجك من قشرة الشعر، هيخلي البصيلة قوية، هينضف لك الفروة كلها، هيمنع حدوث شعر مقصف او متكسر. كمان البابونج كويس جدا للبشرة لانه غني بمضادات الاكسدة، لو انت خدت قطنة منه مشيتها على بشرتك جميلة جدا جدا. عندك هالات سوداء، خدي قطنة او نص هلال من الشاي وحطيه تحت العين، بس لازم تكوني انت طبعا عاملة استرخاء. اخده ايه؟ اخده كل يوم، كل يوم كده، تخلي عن القهوة، تخلي عن القهوة والشاي، بدلي بكوباية شاي بابونج. لو مشيت عليه اسبوعين وقفي اسبوع، ممنوع تصرفي فيه، ما تلاقيش نفسك لما خدت كوباية فرحت بقى وان انت ارتحتي وهو ريحك للحاجات التانية اخدت منه كتير. غلط الاسراف في اي حاجة، غلط. يعني كل ما انت خدت الحاجة باعتدال، كل ما كنت في امان في امان في امان. فدايما انتبه ان انت تقع في خطأ زي ده، فالاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال. الحامل تسأل الطبيب قبل ما هي تشربه، هو عشان تكون هي في امان. المرضع كمان تسأل الطبيب قبل ما تشربه، غير كده ان هي كوباية واحدة في اليوم مفيش منها اي مشكلة. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو بجزء بسيط اتكلمنا باستفاضة عن عشبة جميلة جدا ورخيصة التمن، متوفرة في الاسواق، تقدر ان انت تستفادي من تواجدها بشكل كبير. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.